أشاد السفير الروسي لدى الجزائر خلال حوار أجراه مع وكالة سبوتنيك، أشاد بمستوى الحوار المباشر والشفاف والمستمر بين روسيا وكذا الجزائر في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما كرر سفير موقف موسكو الداعي إلى ضبط النفس في مسألة القرقرات في الصحراء الغربية. نتابع ما جاء في كلمة السفير الروسي لدى الجزائر في هذه الورقة.